خلينا نروح مع حضراتكم دلوقتي لموضوع تاني، ومسألة المستثمرين وحل مشاكل المستثمرين وتوفير كل يعني ما يطلبه المستثمرين وتذليل العقبات أمامهم. في السياق ده أعلنت هيئة الرقابة الإدارية عن أنها بتتلقى كل الشكاوى من المستثمرين لتوفير بيئة مناسبة للاستثمار وتسهيل استخراج التراخيص والموافقات للمشروعات الصناعية من خلال كل الوسائل المتوفرة للتواصل مع الهيئة، واللي يعني تقدروا حضراتكم تعرفوها من خلال موقع الهيئة الإلكتروني الموجود قدام حضراتكم، أو كمان الرقم المختصر الموجود ليهم الرقم 1600. وكمان الهيئة وضحت في بيان ليها صدر أمس في أنه في إطار توجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بتوفير المناخ الجاذب للاستثمار وتذليل أي عقبات بتواجه المستثمرين وتوفير البيئة المناسبة للاستثمار ودعم دور أجهزة الدولة في هذا المجال. شيء مهم جدا جدا، لأنه مسألة الاستثمار يعني مسألة غاية في الأهمية، ويعني مسألة التنسيق ما بين جميع أجهزة الدولة في هذا القطاع شيء مهم جدا جدا أنه يحصل عشان يعني نسهل الدنيا على المستثمرين اللي عايزين يستثمروا ويعملوا مشروعات.